تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، رفع فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق ميكلارين بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات.